بما ان الناس مش لاقيه تاكل، مصر كانت بتعمل قاعه مؤتمرات جديده في شرم الشيخ. حبيت ابدا لك بس باثنين. اكبر قاعه مؤتمرات يمكن في الشرق الاوسط، رغم وجود قاعه مؤتمرات جنبها عظيمه جدا والعظمه لله. المشاهد دي مصوره وحصريه من القاعه الجديده واللي جنبها القاعه القديمه، عشان تعرف كميه السفه اللي العسكر بيعملوه في مصر. احنا مغيرين صوت اللي بيعلق حفاظا على من امدنا بهذه الفيديوهات للقاعه الجديده في شرم الشيخ جنب اختها القديمه. اتفرج وشوف ازاي احنا فقراء قوي. شايف حضرتك قاعة المؤتمرات القديمة قد ايه؟ ما هو يعني مثلا حد يجي يقول لك يا عمي ما احنا بنعمل مؤتمرات ومحتاجين. طيب يا عمي ما انت عندك قاعة مؤتمرات اهي رهيبة في شرم الشيخ، ده غير القاعات اللي في الفنادق الرهيبة اللي في شرم الشيخ. إقامة مبارك كانت في شرم الشيخ يا جماعة، في فنادق مش موجودة في أوروبا في شرم الشيخ عشان تبقى عارف. يعني مش بقول لك على قاعات المؤتمرات فيها، انت عندك قاعة مؤتمرات شايفها قد ايه؟ رايح تبني جنبيها قاعة مؤتمرات تانية؟ ليه؟ يا اخي اعمل برنامج للي بيتين تحت الكباري واللي بيشموا الكل. يا راجل اعمل 10 مدارس نموذجيه تبدا في كل باق مدينه، زاويه تانيه لقاعه المؤتمرات الجديده والقديمه. بس احنا كده عندنا مؤتمرات كل يوم وكل اسبوع او حتى كل شهر، ما كانش هو مؤتمر واحد بقى اشتري يلم الناس على الفاضي. قول لي يا عم انت مش هتبص بقى المركز المؤتمرات الجديد قد ايه؟ بص قد ايه؟ ان احنا عندنا بني مركز مؤتمرات مش وحش، عامل واحد جديد موفي. نشوف مشاهد أخرى لأكبر قاعة مؤتمرات بتبنى في مصر جنب قاعة المؤتمرات الكبرى التانية اللي موجودة قبل كده، حاجة زي الطيارات الرئاسية الجديدة، مع إن عندنا حاجة وعشرين طيارة رئاسية قديمة. هذه قاعة مصر صغيرة قوي، تبني أكبر قاعة مؤتمرات دايرة في الشرق الأوسط عشان هي مش عارف واخدة فلوس البلد كلها في شرم الشيخ. بص طبعا مع إن كان في أصلا قاعة مؤتمرات أصلا، لكن عملوا كمان واحدة قدامها الناحية التانية. حاجة بقى تبع المخابرات ساعات فيها. بص بيت هنا، مع اننا دولة فقيرة اوي يا جدعان، لكن بنبني قاعة مؤتمرات جديدة. ليه؟ ما نعرفش. شرم الشيخ ادي قاعة المؤتمرات القديمة اللي احنا شايفين اهو، قاعة مؤتمرات يعني من كتر المطار بنعمل مؤتمر واحد اتنين في السنة. ادي قاعة المؤتمرات القديمة، راح حضرتها واحدة تانية جديدة. قال لك عشان خاطر يعني اهم حاجه نبني قاعه مؤتمرات. حد يقول لي طب ليه هو بيعمل كده؟ يا ابني سبوبه رهيبه. قول لي بس بالله عليك، هل فعلا شرم الشيخ محتاج قاعه مؤتمرات جديده بعد العاصمه الجديده؟ يعني غير ناهيك عن سؤالي، زي ما هل كنا محتاجين الحفره فوق تدمير الاقتصاد كمان ترتيب الاولويات متخشرم في مصر؟ مفيش حاجه اسمها ترتيب اولويات.